دي أديل فخر الصناعة الإنجليزية، ودي لويس صاحبة أديل فخر الصناعة الإنجليزية، وده ديفيد جوز أديل فخر الصناعة الاسكتلندية، وده روب رواية تصدير إنجليزية. ديفيد يبقى جوز أديل اللي بتطلع لويس مش أديل، وبيعجب بلويس اللي بتطلع أديل مش لويس، وبيتعرف على روب اللي بيطلع هو أديل وهو لويس. لويس عايشة مع آدم ابنها بعد ما اتطلقت، عندها مشكلة إنها بتمشي وهي نايمة وبتحلم بأحلام مرعبة أثناء مشيها، وما بتعملش أي حاجة في حياتها غير إنها بتشتغل وبتراعي نفسها وبتراعي ابنها وبتراعي مشاعر الآخرين. بتروح لويس بار عشان تقابل صوفي صاحبتها اللي بتفكس لها، وبتبعت لها مسج بتقول لها فيها إن بقالها 4 أيام ماشية بعربيتها في شارع عباس العقاد ومش لاقية ولا يوترن، فاستسهلت وسافرت السخنة أسهل. فبتقرر لويس إنها تمشي، ولكنها بتخبط في شخص ما وبتوقع له كاس بتاعه، فبتبص قدامها فبتلاقي منتج فرز أول بيتجول في المكان، فبتقرر إنها تدفع فلوس الكاس وتجيب له واحد تاني، ولما بيعترض بتقول له طالما أنا اللي وقعت الكاس فلازم اشارك في ثمنه. ده الخمرشير. وبيتعرفوا على بعض، وقبل ما بيروح بيقوم باصص لها كده مره واحده وقايل لها جرايا نسوان كل ده جمدان، ويقوم رازعها بوسه تفاح، ولكنه بيتوتر كده وبيرجع في كلامه وبيقوم سايبها وجاري. بتروح لويز الشغل تاني يوم عشان تقابل مديرها الجديد، بتبص عليه من بعيد فبتلاقي منتج فرز اول بيتجول في المكان، فبتروح تستخبى عشان ما يشوفهاش بميكس السلطه اللي هي لابساها ده. وتاني يوم بيدخل عيادته اللي هو شغال فيها طبيب نفسي، فبيلاقيها في وشه فبيتخض، فبتقول له مالك وقفت ليه ما تكمل تقليب، وبيعرف انها هتبقى السكرتيره بتاعته، وبتعرف ان اسمه ديفيد وبيعرف ان اسمها لويس. دي بقى أديل مرات ديفيد، كانت بتتعالج في مصحه نفسيه بسبب ادمانها للمخدرات، فمن ساعتها وديفيد حابسها في البيت وبيجبرها تاخد الادويه بتاعتها كل يوم، ومسموح لها بس تخرج تروح الجيم وترجع، وبيزعلها وساعات بيضربها وبيفرج على فيديوهات فادي عضلات. كانت ماشيه مره في المصحه زمان، فلقيت مدمن زميل ليها بيقول لها هو احنا على المريخ؟ فقالت له حسب انت ضارب ايه، بس ليه بتقول كده؟ فقال لها اصلا انا شايف قمرين للارض مش قمر واحد. وبيتعرفوا على بعض، وبتعرف ان اسمه روب وبيعرف ان اسمها أديل. بتوصل لويس ابنها في يوم للمدرسه، وهي راجع بتخبط غصب عنها في واحده ماشيه فبتوقعها، وبتبص قدامها فبتلاقي منتج فرز اول بيتجول في الشارع، وبتقول لها ايه ده انت مرات ديفيد صح؟ انا شغال عنده في العياده. فأديل بتقول لها وانا شغال عليه في البيت، وبتطلب أديل منها انها تيجي تشرب معاها المر اللي هي القهوه، وبتعرف ان اسمها لويس وبتعرف ان اسمها أديل. وبيتصل ديفيد بأديل وبيسالها انت فين، فبتكذب عليه وبتقول لها انها لوحدها، وبتطلب أديل من لويس انها ما تجيبش سيره لديفيد بالعلاقه اللي بينهم. فلويس قالت لها جرايا نسوان كل ده عدم سلكان. بترجع أديل البيت وبتقوم ماسكه عده الرسم وبتبتدي ترسم لوحه لبير جوه غابه، وبتفتكر وهي بترسم ذكرى الحادثه اللي حصلت لها زمان جوه البير ده. فبيرجع ديفيد البيت فبيشوف اللوحه وبيتخض وبيقول لها ايه اللي انت رسماه ده، انت بتفكرينا باللي حصل في البير ده ليه؟ فقالت له فاكر البير ده فاكر اللي جواه؟ فقال لها ايوه فاكر، بس ده سر بينا. فقالت له ما تقلقش سرك في البير. بتبتدي احلام لويزا المرعبه تتطور، وبتبتدي صداقتها بأديل تتطور، وبتحكي لها أديل ان ديفيد زمان انقذ حياتها لما بيتها اتحرق من 10 سنين ودخل انقذها من وسط النيران اللي ثابت على ايده تشوهات، فمن ساعتها تحس ان بقى في عقد بيننا بالحب مدى الحياه. فسالتها لويس طب هو اصلا كان داخل بيتك يعمل ايه وقتها؟ فأديل قالت لها كنا بنمضي العقد. بتستضيف أديل لويس في جنينه البيت بتاعتها، واللي بتحكي لها عن الاحلام المرعبه اللي بتحصل لها وهي ماشيه. فقامت أديل سالها وانت متضايقه عشان الاحلام مرعبه ولا عشان بتحلمي وانت ماشيه؟ فقالت لها متضايقه عشان مش عارفه ارتبط، كل ما ارتبط بحد بقوم من جنبه وانا نايمه واسيبه واتمشى شويه في الشقه، واما بيسالني كنت فين بقول له كنت في مشوار، فبقى اسمي لويس مشاوير. وبتقوم أديل مديها المفكره بتاعت روب اللي كان معاها في المصحه واللي كان بيعاني من نفس المشكله ولكن قدر يحلها. فبتشكرها لويس وبتقول لها هو معلش يعني سؤال كده، هو البطيخ ده انتوا اللي بتقطعوه ولا هو بيتباع كده؟ بتروح مشاوير بيتها وبتفضل تقرا في المذكرات لحد ما بيرن الجرس، وبتلاقي ديفيد على باب بيتها، فبتقوله خير يا اسطى. فبيفضل يحكي لها عن احزان وعن انه مش مرتاح مع مراته وانه مش لاقي نفسه معاها وانه متضايق. فلويس قالت له جرايا انسان كل دي احزان، وبيقوم رازعها بوسه فواكه وبيدخلوا سوا في علاقه، وبتقدر أديل تشوفهم وهم بيعملوا كده بطريقه ما كده. بتقرر أديل ان الانتقام مش هيفيد، فبتكلم لويس وتقابلها وتقول لها انت لازم تنفذي كل حرف بالظبط في المفكره عشان تقدري تخلصي من كوابيسك دي. وتاني يوم بتخلص لويس شغل في العياده وبتدخل لديفيد اللي بيعيط ويقول لها والله يا بنتي انا شايل فوق كتافي كتير وما تعرفيش انت ايه اللي أديل عاملاه فيا من ساعه حادثه حصلت زمان كده. فقالت له يا مان شايل كل ده لوحدك من زمان؟ وبيخون أديل معاها لتاني مره، وبتتطور صداقه أديل بلويز وبتزورها في البيت باستمرار، وبتتطور علاقه ديفيد معاها وبيزورها في البيت ليل ونهار، وبتقدر لويز انها تنفذ اللي في الكشكول، وبتقدر تهرب من مخاوفها جوه احلامها اللي بتجيلها. وبيرجع ديفيد في يوم لبيته فبيلاقي أديل عينيها متورمه بعد ما اتضربت من عيله في الشارع وهي بتقضي، فبيقول لها ايه ده يا اسطى؟ فقالت له ده ماسكه حبه البركه عشان الهالات السوداء وكده. فبيتعصب ديفيد وبيقسى عليها، فبتقول له ديفيد انت عارف انك عمرك ما هتعرف تسيبني صح؟ قال لها عارف عشان ماسكه عليا دليل ارتكاب جريمه القتل بتاعت زمان صح؟ قالت له لا عشان انت راجل جدع. وبيسيبها ديفيد ويروح للويز يعترف لها بحب، وبتروح أديل معاه ولكن مش بجسمها بقلبها عن طريق الاسقاط النجمي، واللي هو ان الروح بتطلع بره الجسد وتتجول براحتها، ودي حاجه أديل بتعرف تعملها وبتراقب بيها ديفيد ولويس من زمان. المخرج بتاع المسلسل الروح بالنسبه له عباره عن دخان فيبلون ازرق، بيعرف ديفيد ان أديل ولويس صحاب اصلا، فبيروح للويس البيت
بيت ويقول لها جرايا نسوان هو انا بتخن، وقام طردها من الشغل وقال لها انت ما ينفعش تبقي سكرتير الدكتور زي. فقالت له انهي دكتور فيهم يا اخويا، الدكتور النفسي بتاع الصبح ولا العلاج الطبيعي بتاع بالليل؟ وهي راجعه بتعدي على اديل في البيت فبتشوفها من بعيد وهي مغمى عليها، فافتكرتها افارت تقريبا، فبتكسر الازاز وبعد كده بتكسر الباب وبعد كده بتكسر الصمت اللي في المكان. فبتلاقي لويز عباره عن جسد بلا روح، وبتحاول تصحيها وتقول لها اديل اصحي يا اديل، يا اديل اصحي يا اديل، يا اديل اصحي يا اديل، يا اديل اصحي يا اديل. فبتصحى اديل وبتقعد مع لويز لكنها بتبقى دايخه بسبب الادويه اللي ديفيد بيديها لها. فلويز بتقول لها يا اديل فوقي يا اديل، يا اديل فوقي يا اديل، يا اديل فوقي يا اديل، يا اديل فوقي يا اديل. فبتفوق اديل وبتقول لها اه لو احكي لك على اللي بيجرى لي مع ديفيد. فلويز بتقول لها يا اديل قولي يا اديل، يا اديل قولي يا اديل، يا اديل قولي يا اديل، يا اديل قولي يا اديل. فبتحكي لها اديل عن اللي ديفيد بيعمله معاها. فبتروح لويزا تسرق الملف بتاع اديل من عند المكتب بتاع ديفيد، جدعانه منها كده، وبتديه لاديل وبتقول لها اعتبريه رد جميل للمفكره اللي انت اديتيها لي بتاعت روب. فاديل قالت لها الله يرحمه. فقامت لويز مخضوضه كده وسالها ايه ده هو روب مات؟ فاديل قالت لها ايوه يا بنتي ما ديفيد هو اللي قتله. فقامت لويز مخضوضه كده وسالها ايه ده هو ديفيد قتله؟ فاديل قالت لها ايوه يا بنتي ما هو قتله في الغابه. فقامت لويز مخضوضه كده وسالها ايه ده هو انتوا عندكم غابه؟ فاديل قالت لها ايوه يا بنتي ما ديفيد رمى روب في البير بتاعها. فقامت لويز مخضوضه كده وسالها ايه ده انتوا عندكم بير؟ فاديل قالت لها لا خلصانه والله في واين تشربي. بتروح لويز وبتفضل تقرا في مفكره الفقيد اللي بيتكلم فيها عن الاسقاط النجمي، فبتحلم انها عايشه في الديسكتوب، وبتيجي تعمل لوج اوت فبتلاقي نفسها طايره في سقف الاوضه، وبتكتشف انها بقت تقدر تعمل الاسقاط النجمي. بتفتكر اديل زمان لما ابتدت تعلم روب زميلها عن الاسقاط النجمي وانه يقدر يطلع بره جسمه. وفي يوم كده بتفتكر لويز كلام اديل عن الحريق اللي انقذها منه، وعن كلام اديل عن ديفيد، وعن كلام ديفيد عن اديل، وعن كلام الناس عنهم، وعن كلامها مع ديفيد، وعن كلام ديفيد معاها، وعن كلامها على ديفيد، وعن كلام ديفيد عنها، وعن كلامها وهي وديفيد على اديل، وعن كلامها هي واديل على ديفيد. فبتستنتج ان كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر وتدخل تنام. فبتعيد نفس الحلم تاني وبتمارس الاسقاط النجمي، وبتبتدي تستنتج ان اديل كانت مراقبه كل خطوه ليها، خصوصا ان ديفيد كان كاتب في الملف بتاعها انها بتعرف حاجات ما ينفعش تعرفها، وان لما اديل قابلتها كانت قاصده تتعرف عليها، وانها كانت بتراقبها في كل خطوه ليها، وانها كانت بتراقب ديفيد وكانت بتراقبهم سوا، وانها معاها في الاوضه دلوقتي وانها شايفاها. فبتقوم لويز مشغله الشفاط وطردها بره. بيحكي ديفيد للويز ان روب كان ضيف عندهم في البيت وانه سابها معاه في يوم، رجع لها قتلاه ورميها في البير، ورميا ساعتي معاه عشان يبقى دليل عليا تهددني بيه عشان ما سيبهاش، ورميا شرفنا في الارض. بتعرف اديل من لويز ان ديفيد هيبلغ الشرطه باللي حصل واللي يحصل يحصل. فبتقرر اديل انها تحط خطه، وبتكتب جواب تعترف فيه ان هي اللي قتلت روب من غير ما تذكر السبب، وان ديفيد بريء. وبتبعت للويز مسج بتقول لها فيها ان البقاء لله، توفى الى رحمه الله تعالى شغفي بهذا العالم. وبتاخد حقنه مخدره بتخلي جسمها ما يقدرش يتحرك. فبتوصل لويز لبيتها عشان تنقذها، وبتحاول تكسر الازاز وبتنجح، وبتحاول تكسر الباب وبتفشل. فبتقرر تكسر الصمت اللي في المكان، وبتعمل لويز الاسقاط النجمي، وبتدخل بروحها الخضره للبيت عشان تشوف ايه اللي بيحصل. فبتاخد مطب هوا وهي ماشيه، فبتنحرف عن مسارها وبتقع، وبتدخل في جسم اديل اللي هي اصلا روحها الزرقاء ما كانتش فيها، وكتت من البيت وراحت دخلت في جسم لويز. فبكده لويز بقت اديل، واديل بقت لويز. فتقوم لويز اللي هي اديل تعرف تدخل البيت وتطلع لاديل اللي هي لويز، واللي مش قادره تحرك جسمها بسبب المخدر اللي خدته قبل ما تبقى لويز. وتقوم لويز اللي هي اديل مديه حقنه سم لاديل اللي هي لويز ومموتاها. وبعد ما اديل اللي هي لويز بتموت، بيتجوز ديفيد من لويز اللي هي اديل. فبكده ديفيد اتجوز اديل، وبعد كده حب لويز، فلويز بقت اديل. فبكده ديفيد اتجوز اديل مرتين. وبتفتكر لويز اللي هي اديل لما زمان كانت قاعده مع روب في الغابه، فقال لها اديل انا نفسي استحمى. فقالت له طب ما تعمل كده. فقال لها نفسي احس بالنظافه. فقالت له طب ما تعمل كده. فقال لها صعب، الجته اللي انا فيها دي نتنت خلاص، ما تيجي نبدل الجته شويه وادخل في جسمك وتدخلي في جسمي من باب التغيير والنظافه كده. فقالت له طب ما تعمل كده. فقام بدل معاها ودفع الفرق. فبكده اديل بقت روب وروب بقى اديل. فقامت اديل اللي هي اصلا روب نطت على روب اللي هو اصلا اديل، وقام قايل لها معلش يا اسطى انا قفايا جلخ من النوم على الرصفه، فانا مضطر اخد حياتك عشان عجباني، وقام قتلها بنفس الطريقه اللي قتل بيها لويز. فبكده روب ساب جسمه ودخل في جسم اديل، وقتل جسمه اللي فيه روح اديل، ولف التهمه لديفيد عشان يهدده بيها، وعاش معاه 10 سنين على اساس انه اديل مع انه روب مش اديل. ولما زهق من حياه العصافير اللي ديفيد معيشه فيها، فقام قرر انه يحط خطه عشان يروح لجسم لويز، وقام قاتل لويز اللي في جسم اديل، وبقى هو اديل اللي في جسم لويز. وكل ده عشان بيحاول انه يدور على الحياه السعيده في الجاه والمال، ما يعرفش ان السعاده الحقيقيه في الجاه والمال برضو الصراحه، بس في الحلال. وما تنسوش تعملوا فولو ليا اللي في جسم طاهر عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وتعملوا فولو لده اللي في جسم احمد رضا عشان هو اللي بيمنتج الفيديوهات دي. سلام.